رسميا تأجيل احتفالات ومراسيم عيد العرش بسبب فيروس كورونا. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة اليوم الثلاثاء في بلاغ رسمي تأجيل احتفالات ومراسيم عيد العرش في ذكراه 21 لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وجاء في البلاغ: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه أخذ بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسيم التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى 21 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين. وفي هذا الإطار تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك عزه الله بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، وكذا طواف المشاعل الذي ينظمه الحرس الملكي، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين. بهذه المناسبة المجيدة سيوجه جلالة الملك حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة 9 من مساء يوم 29 من يوليوز المقبل، كما سيترأس جلالته حفل استقبال رمزي يوم 30 من يوليوز 2020. حفظ الله مولانا الإمام وأطال عمره وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.